أكد اليوم رئيس المنسقية الوطنية لدعم تطبيق الثنائية اللغوية محمد نور الحسن مساندة المنسقية لبرامج التنمية بالبلاد، لا سيما الطاولة المستديرة التي ستنعقد في باريس بهدف حشد الموارد لتمويل الخطة الوطنية للتنمية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي قدمه اليوم بمقر المنسقية. جزء من حديثي في ميكروفون الزميل محمود موسى الفيل. اتفاقا من المسؤولية الوطنية والأهداف النبيلة التي تسعى المنسقية إلى تحقيقها، يجب إبراز رأيها في الأحداث التي تهم البلاد في مجال التنمية والأمن والاستقرار. وعليه فإن برنامج الحكومة في انعقاد الطاولة المستديرة لدعم مسيرة التنمية التي انطلق قطارها في تشات، حيث تقدم المنسقية دعمها الكامل للحكومة وتدعو جميع الشركاء الاقتصاديين لتشات إلى دعم جميع مشاريع الحكومة. وشهدت الدولة تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وعجلة التنمية تكاد تتوقف بسبب الأزمة الاقتصادية التي كان أحد أسبابها عدم الأمن وبروز الصراعات العسكرية على المستوى الإقليمي والعالمي. لولا النظر الثاقب لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحكومته الرشيدة، الذي الخطة الحالية للتنمية. كان ذلك رئيس المنسقية الوطنية لدعم تطبيق الثنائية اللغوية محمد نور الحسن. تضامن الشباب والوقوف إلى جانب الحكومة في قراراتها لصالح البلاد كان محور المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء الجمعية الشبابية بدار الصحافة. Il vous souviendra que le 23 août dernier, le ministre des Affaires étrangères. كما تعلمون أنه في تاريخ 23 من أغسطس، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي قد أصدرت بيانا تخطر فيه قطع العلاقات مع دولة قطر، كما أن الشباب التشاديين لا يدخرون جهدا في إعطاء الثقة للمسؤولين الإداريين، وخاصة رئيس الجمهورية الذي خطط لأجل التوجه نحو التنمية ببلادنا. L'élan du développement que nous avons amorcé doit être irréversible.